مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان في العالم أهلا وسهلا بحضراتكم ما زلنا بنكلم حضراتكم من دير القديس العظيم الأنبا بشوي العامر بوادي النطرون ويوم مميز جدا 17 مارس الذكرى التاسعة لنياحة أبينا ومعلمنا قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث اللي بنتبارك بوجودنا في مزاره دلوقتي المزار اللي بيحب يزوره عدد كبير جدا من الناس حبينا نكون مع حضراتكم من هنا من المزار علشان ننقل لحضراتكم هنا يعني صلاة الناس وفرحة الناس بوجودها في مزار البابا شنودة وحبها لي نتشرف بحضرتك مريان سمير أهلا وسهلا بيك يا أستاذة مريان يعني حضرتك منين؟ أنا من قرية سلام أسيوط بلديات قداسة البابا كلمين عن حبك لزيارة قداسة البابا النهاردة 17 مارس في العيد بتاعه وبتفتكر إيه عن قداسة البابا شنودة التالي؟ أكتر حاجة بحبها فيه روح الفكاهية كان فكاهي جدا مع المسلمين ومع المسيحيين بس لما ولما بس دي هنا بحس ان انا رايحه السماء لان فعلا المكان ده قطعه من السماء بتعدوا قدام البيت اللي كان بيسكن فيه البابا شنوده الثالث كلميني عن ده يعني انت من بلدياته وأكيد عندك احساس خاص مختلف عننا شويه هو انا بصراحه ما دخلتوش بس شفته في الصور هو بسيط جدا خالص وبتمنى يعني لو يساعدونا بس نبني مزار او كنيسه فهيكون بركه كبيره خالص لينا والناس كتير شكرا لحضرتك وكل سنه وانت بالف خير نتشرف بحضرتك روماني بشر من عصي وكرهت سله برضه من سلام استاذ روماني قول لي ايه اكتر مميزات او صفات عند البابا شنوده بتحس انها كانت مميزات خاصه بشخصيته وقد ايه بتحبه البابا شنوده فكاهي وحب للوطن وحب للاولاد والرعيه يعني حاجات كتير بتربطنا احنا بالبابا شنوده يعني وبنجي احنا هنا متعودين نجي في ذكرى بس بصفتنا ان احنا بلدياته وفي البيت القديم بتاعه اللي هو كان اتولد فيه موجود عندنا في البلد فاحنا نتمنى ان هو يبقى مزار والناس تيجي تزوره وبرضه البلد وتتعمل فيها كنيسه كده وتبقى بلد كويسه والناس تاخد بركه والبابا شنو يعني شعبنا بيحبه ليه شعبيه كبيره يعني مصر كلها بتحبه ومصر زي ما هو قال مصر وطني يعيش فينا. حضرتك تزور هنا المزار بتاع البابا شنوده يعني النهارده الذكرى التاسعه حضرتك متعود تزور المزار؟ اه متعود ازوره جيت آه على حسب يعني بس باجي يعني اغلبيه كل سنه في كل سنه في ذكرى باك كل سنه وحضرتك بالف خير يعني بركات كبيره بناخدها في وجودنا هنا في المزار من القصص اللي بنسمعها والناس اللي بيكلمونا عن حبهم آه للـ للـ للبابا شنوده الثالث خدنا ناس من اسيوط ناخد ناس تانية نتشرف بحضرتك الاستاذ سعد فوزي مغاغه المنيا اهلا وسهلا بيك يا استاذ سعد يعني اديني قد ايه بتحب قراصه البابا شنوده وقد ايه بتحب مزاره انا من صغري بحب البابا شنوده لما كان الكنيسه في ضيقه فكنا بنصلي وقلت له ربنا يكون معاك يا بابا وينصرك في 81 وازدادت حب للبابا شنودة كتبه وعظاته وما زال عايش في قلبنا وفكرنا وما زال البابا شنودة عايش وسطينا وبيصلي من أجلنا عند المسيح ونقول له اذكرنا في صلاتك يا بابا شنودة وما تنسناش وإحنا بنحبك وجايين في يوم مزارك نقول لك يا بابا شنودة إحنا بنحبك وصلي من أجلنا وما زال عايش بكتبه وبعظاته وكان بابا الصلاه نتعلم منه بابا الصلاه، بابا المحبه الكاتب الشاعر كل وعلمنا الصوم والصلاه وكل حاجه حلوه. اكثر من 40 سنه قضاها البابا شنوده على كرسي ماري علمنا كثير جدا، لما حضرتك بتيجي هنا مزاره بتحس بايه؟ بتفتكر ايه؟ انا لما اجي مزاره بحس براحه نفسيه لما يكون عندي مشكله بقول له المشكله دي قدامك واذكرها عند المسيح. وما تنسناش في الصلاه ودايما بيعمل حاجات حلوه كتير ومعجزات ومش بينسانا. سنه وحضرتك طيب يا استاذ سعد بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا يعني نتشرف بحرّتك سريعا. مينا اسحاق من المينيا من المنيا برضه اهلا وسهلا بيك يا استاذ مينا. كلمني عن معرفتك بالبابا شنوده وحرصك على زيارته النهارده في يوم عيده يوم ميلاده السمائي التاسع. البابا شنوده ده حبيبي يعني ب... لو حكيت ايه مش هقدر اوصف انا من ساعه ما عرفت البابا شنوده انا كنت بعيد عن ربنا لما عرفت البابا شنوده هو اللي جربنا لربنا بعد نياحته يعني وجريت كتبه وعظاته هو علمنا حاجات كثيرة جوي قوي قوي كتير كتير انا مهما اقول مش هقدر اوصف يعني عرفت على البابا شنوده يعني فوق يعني يحتو. ما كنتش اعرف انا كنت بعيد عن ربنا شويه لما تنيح سمعت وعظاته وعرفت عنه وبتاع هو اللي جربني ربنا انا كل سنه اجي للمكان ده كل سنه بتيجي تزوره هنا في الدقيق اه كل سنه لازم اجي عند البابا شنوده البابا شنوده قدام حضرتك دلوقتي تحب تقول له ايه؟ يا اقول له انا باط فيه بس اقول انت حبيبي <applause> البابا شنوده ده ده علامه زي ما بيقول بركه كبيره شكرا لحضرتك على, على وجودك بيس. معنا كل سنه وحضرتك بالف خير يعني قصص وحكايات جميلة جدا جدا أن حد يكون بعيد عن ربنا ويقرب بسبب قداسة البابا شنودة دي بركة كبيرة جدا احنا موجودين في الدير النهاردة مع حضراتكم 17 مارس 2021 علشان ننقل لحضراتكم الأجواء زي ما كنا مع حضراتكم امبارح مساء من هنا من المزار لما نيافة الحبر الجيل بقى غابيوس أسقف رئيس دير الأنبا بيشوي طيب جسد البابا شنوده الثالث مع حضراتكم النهارده 17 مارس بعد قداس الذكرى السنويه التاسعة للبابا شنوده علشان ننقل لحضراتكم من هنا الاجواء وزيارات الناس وحب الشعب كله للبطريرك رقم 117 في تاريخ كنيستنا القبطيه معلم الاجيال اللي نعيش ونتعلم منه شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء